عندنا مشكلة كبيرة جدا، كل أصنافنا السنة دي بدون أي مواربة أو مجاملة اتصابت ما بين 40% ل100% إصابة بصدأ القمح، وعلى رأسها الأصناف سوتس 12 وشندويل 1 وجيزة 11، كلها أصناف لم تتحمل مقاومة صدأ القمح وانهارت تماما. وللأسف كثير من المزارعين صدأ القمح كسر ظهرهم هذا الموسم، ويجب أن نفكر كيف يمكن تعويض هؤلاء المزارعين. خلينا نقول بكل وضوح أن كل مزارعي القمح في مصر يجب أن يتم تعويضهم على الفور وبما يوازي 22 أردب في الفدان الواحد. ومحدش يقول لي مزارع القمح يتحمل جانب من هذا الخطأ، الراجل زرع اللي ادناهوله، إحنا اللي ادناله التقاوي وشركات التقاوي اللي سهلنا معها كتير جدا هي اللي ادت له الأقماح التي لا تستطيع مقاومة صدأ القمح. حتى القمح اللي تقى بيه في أرضه من محصوله، يعني زرعه السنة اللي فاتت وعان كمية عشان يزرع بيها في هذا الموسم، هي في الأصل من إنتاج سواء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في وزارة الزراعة أو من إنتاج شركات داخل مصر لا تعبأ سوى بمكسبها فقط. كنا نعلم جميعا أن هذا الموسم هو موسم الأمراض وخاصة صدأ القمح، وكان هناك تهاون ورعونة في وزارة الزراعة، لم نتقدم لكل مزارع بالإرشاد الكافي حتى يقي مخاطر صدأ القمح، لم نتقدم إليه بكل صنف جديد مقاوم لهذا المرض اللعين. وقبل ما حد يسألني يعني إيه صدأ القمح، هو واحد من أشرس أمراض القمح في العالم، مرض يصيب الساق والأوراق والسنابل وأحرقها بالكامل. إذن هو وبال على الأمن الغذائي في بلدنا، وللأسف لم ينتبه أحد. هذا الموسم الصقيع كان يؤكد أن الإصابة قادمة، اختلاف درجات الحرارة ما بين الليل والنهار كانت تؤكد أن الإصابة قادمة، التغيرات المناخية بأكملها كانت تؤكد أن الإصابة قادمة لا محالة، وكان لابد من اختبار أصناف وتقديم أصناف تستطيع مقاومة هذا المرض اللعين. للأسف خسائر المزارعين كبيرة جداً، الخسائر في أراضي المزارعين من 40% ل100%، أنا شفت الكلام ده بعيني. مزارعين لا حول لهم ولا قوة، ووجب على الدولة أن تقوم بتعويضهم على الفور. ما حدث هو استهتار بمزارع القمح في مصر، استهتار بالمحصول الاستراتيجي الأول في بلدنا، استهتار بالأمن الغذائي للمواطن المصري، وفي الآخر بيقولوا المزارع هو اللي غلطان. لا، المزارع مش غلطان، إحنا اللي غلطانين ولازم نعوضه. ننتظر قرارات حاسمة بتعويض كل مزارع، ننتظر لجان على الفور تروح لكل مساحة فيها إصابة، نسحب عينات ونحللها ونعرف أسباب هذه الإصابة. يجب ألا تتكرر هذه المأساة التي لم تحدث منذ سنوات طويلة جدا. دائما عندنا من الأصناف ما يستطيع مقاومة هذا المرض، اشمعنا في موسم 2019 ليه سبنا أصناف مصر 1 ومصر 2؟ ليه سبنا سوتس 12؟ ليه ما منعناهوش عند الشركات؟ أسئلة كتيرة جدا. عشان كده يجب تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد أسباب كارثة صدأ القمح في هذا الموسم. من فضلكم التحرك فورا، المزارعين في حالة يرسى لها، الناس بتستنى موسم القمح، والموسم اتضرب من بدايته، وأصبح كل مزارع في مصر يزرع القمح لا حول له ولا قوة. دي القضية اللي أنا حبيت أتكلم عليها في بداية حلقتنا النهاردة ببرنامج الجدعان، لما وجدت أن الجميع يحاولون تحميل هذه القضية لمزارعي القمح. ده طبعا شيء مرفوض جملة وتفصيلا. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.